بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. إن شاء الله يا شباب هنبدأ مع بعض النهاردة مادة جديدة من مواد المحاسبة، وهي محاسبة الضرائب. طبعا احنا في ظل الأوضاع الراهنة بنطبق حاجة اسمها التعليم الهجين. يعني ايه؟ يعني احنا هنقسم المنهج بتاعنا لجزئين، جزء ان شاء الله هنتقابل فيه وجها لوجه في المدرج، وجزء ان شاء الله هيبقى اونلاين. يعني احنا كده المنهج بتاعنا منقسم لجزئين. طيب الجزء الاول او الطريقة الاولى اللي هي وجها الى وجه تحل محل الاونلاين، او الاونلاين يحل محل المقابلة وجها الى وجه، الاجابة الإجابة إيه؟ لأ. ليه؟ لأن الاتنين بيكملوا بعض. أنا هبدأ أونلاين، النقطة اللي هنتهي منها هبدأ بعدها في المدرج، والنقطة اللي هنتهي في المدرج هبدأ بعدها أونلاين. يبقى الاتنين مفيش غنى عن حاجة منهم، يبقى المحاضرات متممة لبعضها. المحاضرة اللي في المدرج تكملتها الأونلاين، المحاضرة الأونلاين تكملها اللي في المدرج، وهكذا. تمام؟ يبقى ما ينفعش طالب واحد يعتمد على حاجة واحدة. ما ينفعش تيجي تقول لي انا هحضر ومش هسمع الاونلاين، او هسمع الاونلاين ومش هحضر. لا، لازم الاتنين مع بعض. تمام كده؟ تعالوا بقى نبدأ في المادة بتاعتنا ونقول بسم الله، ونشوف هنتكلم في المادة بتاعتنا عن ايه. ان شاء الله هنبدأ نتكلم في المادة بتاعتنا عن الضريبة على الدخل. الضريبة على الدخل دي ليها قانون رقمه 91 لسنة 2005. يبقى القانون بتاع ضريبة الدخل هو القانون رقم 91 لسنة 2005. طيب هو القانون ده ثابت من سنة 2005 لحد اللحظة اللي احنا فيها دي في 2020؟ اقول لك لا، القانون ده اتعدل تعديلات كثيرة جداً. ما هو من 2005 لحد اللحظة اللي احنا فيها دي 15 سنة. مش عاوز اقول لك ممكن كل سنة 3 4 تعديلات، هنفترض ان كل سنة تعديلين يبقى في بس 30 تعديل. تمام؟ طيب احنا لما نيجي ندرس هندرس الاساس اللي كان في 91 وتعدل بقى ايه؟ ما يلزمنيش، انا عاوز ادرس الشكل النهائي. الشكل النهائي، ما هو كل تعديل بيلغي اللي قبله، كل تعديل بيعمل ايه؟ بيلغي اللي قبله. يبقى كل تعديل هيتم بالغاء اللي قبله، يبقى انا هدرس احدث ما تم تعديله في القانون. طيب الضرائب لها اهميه؟ ده لها اهميه كبيره جدا، لان الضرائب بتمثل مش عاوز اقول من 60-70% من الإيرادات الحكومية. يبقى اعتماد الدولة بنسبة كبيرة على الضرائب. تمام كده؟ طيب المنهج بتاعنا هناخد في ايه؟ ان شاء الله المنهج بتاعنا هنتناوله في 6 فصول. اول فصل هناخد الخصائص العامة للضريبة بشكل عام، اللي هي الضريبة على الدخل. طيب عاوز اعرف بقى الدخل ده جاي منين؟ الدخل ده جاي منين؟ مصادر الدخل. مصادر الدخل عندي 4، يا اما مرتبات، يعني موظف بيقبض مرتبه من عند حد تاني، او ايرادات نشاط تجاري وصناعي. يعني انا عندي نشاط خاص بيا صغير كده، نشاط تجاري او ايه او صناعي. تمام كده؟ او عندي بمتهن مهنة غير تجارية، يعني حاجة غير ايه؟ تجارية. او عندي عقارات بتجيب لي ثروة. طبعا العقارات دي تشمل المباني والاراضي. تمام؟ العقارات تشمل مباني وايه واراضي. مش معنى كلمة عقار المباني بس، لا، كلمة عقارات تشمل جزئين، المباني والاراضي. يبقى انا اول فصل خالص هدرس الخصائص العامة بتاعة ضريبة ايه؟ الدخل. وبعد كده ابدأ في الفصل الثاني اتكلم عن المرتبات وما في حكمها. طيب والفصل الثالث تاخد ايرادات النشاط التجاري والصناعي. طب والفصل الرابع هدرس ايرادات المهن غير التجاريه. طب في الفصل الخامس ايرادات الثروه العقاريه.
يبقى انا هنا عرفت في الجزء الاولاني خصائص الضريبه بتاعتي، وفي الجزء ده جبت الجزء بتاع المرتبات، عرفت الايراد بتاع المرتبات هيتحسب ازاي، وبعد كده في الفصل الثالث عرفت ايراد النشاط التجاري والصناعي يتحسب ازاي، بعد كده عرفت ايراد المهن غير التجاريه بتحسب ازاي، وايرادات الثروه العقاريه هحسبها ازاي عشان اوصل من الاربعه دول لوعاء الضريبه اللي هو حدده بقى في الفصل السادس اهو، وازاي استخدمه في حساب الضريبه. يبقى انا همشي كده بالترتيب مع بعض، تمام كده؟ طيب يبقى انا اول فصل هبدا فيه النهارده هاخد الخصائص العامه للضريبه، واللي بعد كده هاخد المرتبات وما في حكمها. طيب اما اجي اتناول بقى الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس، الاربع فصول دول هدرس فيهم ايه؟ كل نوع من دول ليه احكام خاصه بكيفيه الاعتراف بالايرادات والتكاليف بتاعه المتسببه في تحقيق الايراد. يبقى انا هدرس الاول في الفصل الثاني او الثالث او الرابع خصائص كل نوع من الايرادات دي، وايه الايرادات المعفيه، وايه الايرادات الخاضعه، وايه التكاليف، تمام، وايه الشروط العامه بتاعه الضريبه. هدرس كل ده لكل واحده لوحدها، تمام. طيب وبعد كده ما ادرس دول، ممكن واحد يبقى بيشتغل في الاربع حاجات دول، اجمع الوعاء بتاعه بتاع الاربعه وابدا ازاي احسب الضريبه. طيب نقول بسم الله ونبدا مع بعض الفصل الاول بتاعنا بتاع الخصائص العامه للضريبة. الخصائص العامة لإيه؟ للضريبة. طيب الخصائص هنا كم خاصية؟ ست خصائص عامة خاصة بضريبة الدخل، خاصة بضريبة إيه؟ الدخل بشكل عام. طيب إيه هما ست خصائص؟ نقولهم كده وبعد كده نبدأ نشرحهم واحدة واحدة. أول نقطة بنقول إنها ضريبة مباشرة، يعني إيه؟ دقيقة واحدة هنقول الستة ونبدأ نشرحهم واحدة واحدة مع بعض. إنها تسري على الأشخاص الطبيعيين. طب هو في حاجة اسمها أشخاص غير طبيعيين؟ طبعا في حاجة اسمها شخص طبيعي وحاجة اسمها شخص اعتباري. في حاجة اسمها شخص طبيعي وحاجة اسمها شخص إيه؟ اعتباري. الشخص الطبيعي ده اللي هو الإنسان، الشخص ذات نفسه الإنسان شخص طبيعي. أمال الشخص الاعتباري اللي هي الشركة اللي أنا بعملها كأنها كيان أو شخص موجود، فعشان كده بقول عليها إيه؟ شخص اعتباري أو شخصية اعتبارية. طيب ثالث خاصية إنها ضريبة موحدة، تمام. ثالث خاصية إنها تأخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية. اللي بعدها إنها ضريبة سنوية. الأخيرة إنها ضريبة شخصية. تعالوا ناخد أول خاصية من خصائص الضريبة، إنها ضريبة مباشرة. يعني ايه ضريبة مباشرة؟ يعني اللي بتحملها اللي عليه الضريبة ذات نفسه، بتتفرض عليه بشكل مباشر. انا بشتغل في شغلانة، قبل ما اقبض المرتب تتخصم مني الضريبة، ما ينفعش انقل العبء لحد تاني، ما ينفعش انقل عبء الضريبة او تحمل الضريبة لشخص تاني، لازم الشخص اللي بتحمل عبئه هو اللي يسدد، وما بستطيع وما اقدرش انقلها، تمام كده؟ ما اقدرش ايه؟ انقلها، يعني بتتفرض عليا بشكل شخصي، هي ضريبه مباشره عليك انت ذات نفسك، ما اقدرش انقلها على حد تاني. يعني ما اجيش النهارده محمد واحمد موظفين، اجي اقول انا مزنوق الشهر ده انقلوا الضريبه على احمد، لا. او اجي اقوم قايل ايه؟ خلاص انا مش انا اللي هدفع، ده التاني اللي هيدفع، لا، لابد ان يتحملها الشخص الطبيعي الممول نفسه. ماشي، يبقى كده اول خاصية انها ايه؟ ضريبة مباشرة. طيب الخاصية الثانية انها تسري على دخل الاشخاص الطبيعيين فقط. لسه احنا مفرقين حالا بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. مين الشخص الطبيعي بقى؟ الفرد الموظف، تمام؟ اين الموظف الفرد العادي. طيب مين كمان؟ صاحب المنشأة الفردية، سواء اللي بتمارس نشاط تجاري أو نشاط صناعي. طيب وإيه تاني؟ شركات الواقع التي تنشأ عن ميراث منشأة فردية. يعني إيه؟ يعني واحد توفى
وساب منشأة فردية اتقسمت على الورثة بتوعه، تمام؟ لما جت عامل بقول عليها اسمها شركات ايه؟ واقع. تفرض الضريبة بقى على الشخص الطبيعي سواء بقى ذكر او انثى ملناش علاقة، بالغ قاصر ملهاش علاقة، كامل الاهلية او ناقص الاهلية ملهوش علاقة. يبقى مادام اتحقق دخل لازم تدفع ايه؟ الضريبة، تمام كده؟ يبقى احنا اول خاصية قلنا انها ضريبة مباشرة، تاني خاصية قلناها تسري على دخل الاشخاص الطبيعيين. طيب التلاتة انها ضريبة موحدة، يعني ضريبة واحدة، ما ينفعش افرض عليك ايه ضريبتين. احنا قلنا هناخد في الفصل التاني مرتبات، وفي الفصل التالت النشاط التجاري والصناعي، والفصل الرابع النشاط غير التجاري، والفصل الخامس الثروة العقارية. دول 4 مصادر للدخل. انا عشان احسب الضريبة ما احسبش ضريبة على المرتبات، وضريبة على النشاط التجاري والصناعي، وضريبة على النشاط المهني، وضريبة على الثروة العقارية، لا انا بجمع الخمسة في وعاء واحد وابدأ احسب عليهم الضريبة حسب السعر اللي بتحدده لي القانون، تمام كده؟ يبقى عشان كده بقول موحدة ليه؟ لأني بجمع كل مصادر الدخل في وعاء ضريبة ايه؟ واحد. ما اقدرش احسب ضريبة للمرتبات لوحدها، وللنشاط التجاري لوحده، والنشاط المهني لوحده، والسرعة العقارية لوحده، لا. ده هو لو الدخل عندي في المرتبات بس هحسب على المرتبات، لكن لو جانا شخص عنده ال4 مصادر دخل اجمع الـ4 في وعاء واحد، تمام كده؟ يبقى عشان كده قلنا في الجزء اللي قبل كده قلنا ايه؟ انها ضريبة مباشرة وانها تسري على دخل الاشخاص الطبيعيين، والوقت قلنا انها ضريبة ايه؟ موحدة. طب اللي بعد كده انها تأخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية، التبعية الاجتماعية والاقتصادية. طيب تعالوا نفرق بين الكلمتين اللي فوق دول الاول، يعني ايه كلمة تبعية اجتماعية ويعني ايه تبعية اقتصادية؟ كلمة تبعية اجتماعية يعني الشخص يحمل جنسية الدولة. تبعية اجتماعية معناها ان الشخص يحمل جنسية الدولة. انت مصري، دي تبعية اجتماعية، يبقى انت تبع مصر. يبقى كلمة تبعية اجتماعية معناها ان الشخص يكون حامل جنسية الدولة او من الدولة دي. طيب الاقتصادية، لا التبعية الاقتصادية يعني الشخص ده موجود داخل الحدود الجغرافية للدولة. يبقى لو واحد امريكي موجود في مصر عنده تبعية اقتصادية، ليه؟ مقيم في مصر، تمام؟ يبقى أنا عندي إيه؟ كلمة تبعية اجتماعية يعني الشخص يحمل جنسية الدولة. طيب التبعية الاقتصادية يعني الشخص مقيم داخل الدولة، تمام كده؟ طيب بنفرض الضريبة عليهم إزاي؟ بنفرض الضريبة بمبدأ التبعية الاجتماعية، يعني الشخص المصري حتى لو حقق دخله خارج حدود الدولة بتفرض عليه ايه؟ ضريبة. ليه؟ لأنه ايه؟ مصري. طب والتبعية الاقتصادية؟ إن أي دخل محقق داخل مصر سواء لمصري أو لأجنبي يخضع لإيه؟ للضريبة. القانون بيقول ايه؟ بيقول تقضي سريان الضريبة على كل من الأشخاص الطبيعيين المقيمين. شوف ركز بقى، الأشخاص الطبيعيين المقيمين، وذلك بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارج مصر. أيوة، يبقى شخص طبيعي مقيم عندي هنا في مصر أي دخل بيحققه بيخضع للضريبة. يبقى أنا عاوز أعرف يعني إيه كلمة مقيمين وإيه الشروط بتاعتها اللي هقولها كمان 2 دقيقة بالظبط. يبقى أنا عاوز أعرف إمتى بقى الشخص يبقى مقيم والشخص غير مقيم. طيب بتفرض على مين كمان؟ الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، وذلك بالنسبة لدخولهم المحققة فين؟ في مصر. يبقى المشرع قال حاجتين، قال لو الشخص ده مقيم عندي في مصر هفرض عليه ضريبة على الدخل اللي يحققه من جوه ومن بره. طب لو الشخص غير مقيم ما اقدرش افرض عليه غير الضريبة الداخلية. يبقى الشخص المقيم تفرض عليه ضريبة على الدخل المحقق من داخل مصر ومن خارجها.
طب والشخص غير المقيم تفرض عليه ضريبة على الدخول المحققة في مصر فقط، تمام كده؟ طيب ايه بقى الحالات اللي انا لو عرفتها او توافرت في الشخص اصبح مقيم؟ تمام، اول شرط ان تكون مصر موطن دائم له. يعني ايه؟ واحد قاعد في مصر لا بروح ولا بيجي، ده بقول عليه شخص ايه؟ مقيم قاعد في مصر، تمام. طيب الشرط التاني ان يقعد في مصر مدة تزيد عن 183 يوم في السنة. يقعد في مصر مدة تزيد عن كام يوم؟ 183 يوم في السنة، تمام. يعني لو واحد قعد ازيد من 183 يوم، يعني لو واحد قعد 183 يوم ما يعتبرش مقيم. ليه؟ المشرع حط كلمة تزيد. يعني لو شخص قعد 183 يوم غير مقيم، شخص قعد 184 يوم مقيم، تمام كده. يبقى اول شرط ان يكون قاعد في مصر بشكل دائم، تمام. طيب الشرط الثاني او يكون قعد مدة تزيد عن 183 يوم في السنة. طيب في شرط ثالث، قال لك اذا كان من المصريين الذين يؤدين مهام وظائفهم في الخارج ويحصلون على دخولهم من خزائن مصرية. يعني واحد سفير مصر في السعودية، هو بيقبض فلوسه من السعودية ولا من مصر؟ من مصر. بس هو عايش فين؟ ده قاعد في السعودية، ده سافرنا هناك. هو ما دام مصري وبأدي وظيفته في الخارج لكن دخله بيتحقق من هنا، بنعتبره شخص مقيم. يبقى في ثلاث حاجات لو توفرت حاجة فيهم، مش شرط يتوفر الثلاثة، نركز، أي واحدة فيهم تتحقق في الشخص أصبح شخص مقيم، أصبح شخص إيه؟ مقيم، تمام كده؟ يبقى دول الثلاث شروط اللي لو توافر إحداهما في أحد الأشخاص أصبح مقيمًا. يبقى أول حاجة لو مصر موطن دائم ليه، تاني حاجة مدة إقامته في مصر تزيد على 183 يوم، الشرط الثالث إذا كان من المصريين الذين يؤدون مهمهم في الخارج أو وظائفهم في الخارج ولكن يحصلون على الفلوس بتاعتهم، الدخل بتاعهم منين؟ من مصر. احنا كده خلصنا 4 خصائص، تعالوا نروح للخاصية الخامسة، إنها ضريبة سنوية. يبقى أنا لما أجي أحسب الضريبة ما ينفعش أحسبها على شهر، لا لازم أحسبها على سنة كاملة. الأصل أن تكون السنة سنة ميلادية، يعني 12 شهر تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر اللي هو شهر 12. طيب يبقى أنا لازم عشان أحسب الضريبة بجمع الدخل السنوي الذي تحقق خلال العام للممول، أضعه في وعاء وأبدأ أحسب عليه الضريبة، تمام كده. يبقى أنا عندي لازم من ضمن شروط فرض الضريبة إنها تكون ضريبة إيه؟ سنوية. يعني إيه؟ يعني لازم أجمع الدخل السنوي بتاع الممول، تمام؟ طيب بس خد بالك، أما قلنا هنجمع دخل الممول في خلال سنة، هنا بنطبق حاجة اسمها مبدأ سنوية الضريبة، تمام؟ والمبدأ ده مرتبط بمبدأ آخر اسمه مبدأ استقلال السنوات المالية. يعني ايه المبدأ ده؟ بيقول لك ان كل سنة لها ايراداتها ولها مصروفاتها، ملهاش علاقة بالسنة التانية. يبقى كل سنة مرتبطة بربحها وايه وخسارتها. ما اقدرش اقول الدخل ده جالي السنة دي بس هو بتاع السنة الجاية ادفع على ضرائب السنة دي، لا، كله يدفع في ايه؟ في وقته، اللي هو استقلال السنوات ايه؟ المالية. طيب في بعض الحالات اللي احنا نقدر نحسب فيهم الضريبة في مدة أقل من 12 شهر. زي ايه؟ معلش كنت بس بظبط لكم الشريحة عشان تبان. في بعض الحالات اللي بيجوز الفترة تقل عن 12 شهر، وفي بعض الحالات ان الفترة تزيد فيها عن 12 شهر، بس دي حالات ايه؟ شاذة.
يعني ايه المشرع كمان ما سابهاش مفتوحه، لا حدد لك 4 حالات ممكن الفتره المحاسبيه تقل عن 12 شهر، وحدد لك حاله واحده الفتره المحاسبيه تزيد عن 12 شهر. يعني حتى سابها لك ايه ممسوكه، ما سابهاش ايه مفتوحه. طيب اول شرط او اول حاجه مسموح بيها ايه؟ الفتره الماليه الاولى للممول. واحد بدأ مشروعه في شهر 3 او بدأ مشروعه في شهر 4، اقدر هنا انا احاسبه في نهايه السنه في شهر 12. هنا الفتره دي سنه كامله؟ لا، ده هو بادئ شهر 4 ما بدأش شهر 1. يبقى اول فتره ماليه للممول دي ممكن تبقى اقل من 12 شهر. ليه؟ لانه ما بدأش من بدايه العام. يبقى دي اول حاله سمح فيها المشرع على ان الفتره تكون اقل من 12 شهر. طيب الشرط الثاني، الممول جه مات في شهر 7، الممول مات في شهر ايه 7، يبقى الدخل بتاعه بتاع شهر 8 و9 و10 و11 و12 انقطع، فانا هحاسبه على الفتره من 1/1 لحد ايه شهر 8، صح كده؟ يبقى انا اول حاجه عندي الفتره الماليه الاولى، الثانيه لو الممول مات او انقطع اقامته او حصلت اي حاجه منعت ان هو عاد يبقى ممول، احنا كنا بنفرض عليه على انه شخص مقيم ساب مصر ومشى، تمام؟ طيب يبقى كده شرطين. الشرط الثاني، الممول كان مفيش عنده حسابات وكان ممشاها بالبركه، تمام؟ مفيش عنده حسابات. اصل الحسابات عشان امسك حسابات والضريبه تعترف بيها تبقى حاجه اسمها حسابات منتظمه. حسابات ايه؟ منتظمه. طيب هو ما كان ماسك ممشيها بالبركه وجا كده في نص السنه قال لك يا جماعه ايه، لا انا ايه عاوز حسابات منتظمه، يبقى هعتبرها برضو زي بدايه فتره ماليه اولى في مسك الدفاتر المنتظمه، تمام؟ وعشان كده يقدر يقدر هنا الممول يتحاسب عن ضريبه اقل من 12 شهر. طيب الممول كان بيبدا سنته الماليه في 1/3، تمام، وبخلصها في 28/2، جه قال لك لا انا عاوز اعدل السنه الماليه بتاعتي، انا خلاها تنتهي في شهر 12، تمام، فالمده هتبقى اقل عشان بعد كده ابدا من 1/1 ل 31/12، تمام كده؟ يبقى انا عندي هنا ايه بسمح له ان هو يعدل ايه الفتره بتاعته تبقى اقل. طيب ادول كام شرط؟ 4. دول الشروط بتاعت ايه؟ ان الحالات تقل عن 12 شهر. نكتب جنبهم هنا وكده هام لأسئلة الصح والغلط والاختيار من متعدد. طيب تاني حاجة، الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تزيد على 12 شهر. الأربعة اللي فوق دول كان ممكن أحاسبه على أقل من 12، طب إمتى حاسبه على أزيد من 12؟ نفس الشرط الأخير في الفترة القليلة اللي أنا أقل منها، إن أنا لو الفترة أقل من 3 شهور، الفترة ما تتجاوزش ايه ال3 شهور، ممكن اضمها له على الفترة اللي بعد كده. يعني اقصى مدة اقدر احاسب عليها الممول كام شهر؟ 15 شهر، بس بشرط واحد اللي هو بيعمل ايه؟ عاوز يعدل نهاية السنة المالية. ها تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا امتى المشرع سمح للممول يتحاسب على فترة أقل من 12 شهر، وإمتى المشرع سمح للممول إن هو يتحاسب على فترة أزيد من 12 شهر ولا تتعدى 12 و3 كام؟ 15 شهر. تمام كده؟ إحنا كده خدنا الخصائص لحد الخاصية رقم 5. نقول بعد كده او ندخل نتفرج على اسعار الشرايح، تمام كده؟ انها ضريبة شخصية. انها ضريبة ايه؟ شخصية. المشرع فرض الضريبة على صافي الايراد. يعني ايه صافي الايراد؟ انا بجيب الوعاء بتاع الضريبة بخصم منه الاول 9000 جنيه مقابل متطلبات المعيشة. بخصم منه 9000 جنيه مقابل متطلبات المعيشة. يبقى كده أول حاجة بقى عارفها إن في 9000 جنيه مقابل متطلبات المعيشة معفيين من الضريبة،
طب بس كده؟ لا، الممول او المشرع معلش عمل الضريبة في شكل شرائح تصاعدية. في شكل شرائح ايه؟ تصاعدية. ليه؟ السياسة اللي ماشية دلوقتي او اللي كانت ماشية بيقول لك في سعر الشرائح التصاعدية غير مفرض ضريبة بشكل ثابت. يعني لما اقول ايه الضرايب 10%، معنى كده ان انا كل الافراد تساوت امام قانون الضريبة. لما احط ضريبة ثابتة اقول 10%، اللي مدخله 1000 جنيه اقول في 10% بمية جنيه، اللي دخله 1,000,000 جنيه اقول في 10% ب100,000 جنيه. تمام؟ ده لا، الضريبة معمولة بشكل شرائح تصاعدية عشان كل ما الدخل يقل الضريبة تقل، وكل ما الدخل يعلى الضريبة يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى المحدود الدخل يتم اعفائه منين؟ من الضريبة. انت عارفين حتى جه عمل ايه؟ اول شريحة اللي هي مقدارها 15,000 جنيه لمن لم يتجاوز دخله السنوي 600,000 جنيه معفية من الضريبة. طب تعالوا نركز بقى كده. يبقى عندي الأول 9 مقابل متطلبات المعيشة، وعندي شريحة أولى 15 معفية، يبقى أول 24,000 جنيه من الدخل معفيين من الضريبة. انتوا عارفين دول عبارة عن ايه؟ لو قلنا 24,000 جنيه على 12 هتطلع 2,000 جنيه، اللي هو الحد الأدنى للأجور. تم تعديل القانون عشان يكون الحد الأدنى للأجور معفي من الضريبة. تمام؟ طيب، آخر تعديل لأسعار الشرائح كان بالقانون رقم 26 لسنة 2020. القانون ده متعدل من 3 4 شهور، نازل شرائح جديدة بشكل جديد. عمل كان الأول بيحط شرائح للضريبة، النهاردة في التعديل الجديد زي ما احنا شايفين قدامنا كده عمل الدخول فئات. يعني عمل ايه؟ قال لك مش كل، انا هعمل شرايح بس برضه مش كل الناس زي بعضها. جه قسم الدخول ل6 مجموعات. اول مجموعة قال لك اللي دخله لم يتجاوز 600,000 جنيه، يعني من جنيه ل600,000 جنيه. خلينا في المجموعات دلوقتي، سيبك من الاسعار. طيب، والمجموعة الثانية قال لك الذي يدمن 600 لحد 700. طب واللي بعد كده؟ قال لك من 700 لحد 800. طب واللي بعد كده؟ من 800 لل900. طيب واللي بعد كده؟ اللي تجاوز 900 لحد 1,000,000. طب وبعد كده؟ لا، ده اللي عدى 1,000,000 ده في جانب لوحده. يبقى هنا حتى لما جه يحط أسعار الضريبة راعى الدخل. انهي دخل؟ الدخل الشهري؟ لا، الدخل السنوي. احنا بنتحاسب على دخل ايه؟ سنوي. ال600,000 جنيه دي في السنه، ال700,000 جنيه دي في السنه، ال800,000 في السنه، ال900,000 في السنه، المليون في السنه. طيب هو هنا جه عمل ايه؟ قال لك اللي دخلهم اقل من 600,000 جنيه في السنه الشريحه الاولى 0%، اللي هي من جنيه لحد 15,000 جنيه. صفر، اللي احنا لسه قايلينها الوقت، ال15 مع التسعة. تمام كده؟ طب الشريحة التانية، الشريحة التانية اللي هي أكتر من 15,000 ل30,000 شريحتها 2.5. طب واللي بعد كده؟ أكتر من 30 ل45 10، بعد كده أكتر من 45 ل60 15، واللي بعد كده اكتر من 60 الى 220، اكتر من 200 ل 400، 22 ونص، 25% ما زاد على 4,000 لحد كام؟ ال 600,000 بتاعتنا، السقف بتاعنا 600,000. طيب تعالوا الدخل اللي بعد كده. طب لو هو بقى تجاوز ال 600,000، لا ملوش اعفاء عندي، اسف مفيش اعفاء، انا هبدأ لك من اول جنيه لحد 30,000 ب 2.5%، ثم اللي بعد كده من 30,000 ل 45,000 ب 10%، 45 ل 60 ب 15، من 60 ل 200 ب 20. تمام؟ في هنا على فكرة في شريحة واقعة هنا من 200 ل 400،
استنى احطها لكم. لا ده هي ماشي من 200 لايه ل 400. هنا الجزء ده المفروض يبقى موجود معانا هنا. طيب تعالوا بقى لو دخله بقى تجاوز ال 700000، اقول له لا انت مالكش لا في الصفر ولا في الاثنين ونص ولا في العشرة، انا هبدأ بك من اول كام؟ ال 15. تمام كده. دي اسعار الشرائح، وان شاء الله هناخدها مع بعض في المدرج المحاضرة القادمة. تمام، وان شاء الله باذن واحد احد هناخد عليها حالات عملية في المدرج، وكده نكون اتممنا محاضرتنا النهاردة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.